نزلنا الكابل المرن من فوق من الأوضة. طبعا احنا لسه ما شغلناش في الضفيرة، يا دوبك الأول نزلنا الكابل المرن. نزلنا كل البوش بتاع الكابل المرن لغاية بداية الأضرار اللي موجودة في الكابل. عندي أول بداية عندي هنا الجزء دوت اللي هو اللي كان على الخرسانة. عندي هنا برضو ده كان برضو مضغور في سيخ. هنا نفس القصة برضو، هنا نفس الموضوع كده. بداية الأضرار بتاعتي يعني احنا هنبتدي نقصه من هنا، تمام. انما بقية الكابل معايا كويس، هيتعمل له هنا علبة تجميع. علبة تجميع بعد كده هتتاخد الأسلاك بتاعته لغاية فوق. هيبقى موجود عندي تقريبا بتاع 8 9 متر، هيبقى عندي تقريبا 8 9 متر اللي هو الثابت بتاعي من علبة التجميع. وتحت الكابينة لقيت في عندي أضرار كبيرة، الكابل مقصوص ومعمول له جنط تحت الكابينة، هنشوفها برضو لما نيجي ننزل أو نيجي ناخد الطول بتاعنا الزيادة وننزل تحت الكابينة نشوفه الوضع عندنا ايه. بعد كده نبتدي ننظف ظهر الكابينة، نثبت الأول الحاجات بتاعتنا كلها. يعني هخلص هنا، اخلص الكابلين دول ابورهم ومش هعمل الوصلة اللي هي الجزء اللي فوق. هنضف ظهر الكابينة خالص. ظهر الكابينة عندي دي الكاولين طبعا اللي هي اللي احنا فكناها. الابواب عندي شغالة من غير كاولين، احنا منقطعين عنكم الفترة اللي فاتت ديت بسبب بسبب الدهانات اللي شغالين فيها في العمارة. البابان كلها كده اتبطنت، تمام. دي بطانة مش اكتر من بطانة. ابتدي ان انا اشتغل عليها. انت بتشتغل ازاي من غير كالون وقادر تسيب 9 ادوار 9 ابواب مش مقفولين ازاي؟ بكل بساطة لحظة، ايوه، بكل بساطة اقدر ان انا اسيب الابواب مش مسجرة بكوالين وامشي واخلي صناعية تاني تشتغل. العمارة فيها اطفال، مش هيبقى فارق معايا، لان بكل بساطة لو انت شديت الباب، الباب مش هيتفتح معاك. لو انت شديت الباب، الباب مش هيتفتح معاك. ضقره فين ولا قفله ازاي؟ انزل كده معايا تحت، هتلاقي فيه هنا مسمار، تمام. المسمار دوت مسمار بعد كده افتح، يفتح الباب يخلص شغله. قبل ما يسيب الباب لازم يقفله تاني. المسمار ده لازم يبقى مأكد ان السن بتاعه كويس قوي، يكون الراس بتاعته ناعمة. بص الكابل المرن تحت الكابينة عامل ازاي. ده طبعا انا فوجئت بيه بالمنظر الغبي ده. فاحنا طولنا المسافة اللي هي من الغرفة لغاية الدور الاخير، او من سقف الاوضة لغاية الدور الاخير. المسافة ديت كانت عاملة معايا بتاع 6 متر 5 متر تقريبا. نزلتها تحت لغاية بداية الضرر اللي عندي، وبعد كده هقص الجزء المضرور عندي الكابل المرن ويتعمل له وصلة ثابتة. والكابل المرن هنزل الكابينة للدور الارضي واخد البوش بتاعي ادخله، هيتربط في الحامل هنا. وطبعا الحامل دوت كده الوضع بتاعه غلط، المفروض ان الحامل يبقى بوضع افقي عشان الكابل يبقى داخل. يعني مثلا لو هيتثبت في الزاوية دي يبقى الكابل داخل كده وممسوك كده علشان ما يتقصفش. المنظر ده كده هتلاقي فيه هنا ضرر كبير قوي عندك في الاسلاك، بالذات لو الاسلاك مثلا 220 او كاما، والكاما عندك لو اتحرقت او في عندك تسميع، هتلاقي الاسلاك بتاعت الكامة من هنا تبتدي تضرب او تفصل، و90% ان حصل حاجة زي كده من تحت يعني. فمش دي مشكلتنا، مشكلتنا ان هي ده الكلام ده كله هيتحل معانا. العتبة عندي طبعا رايحة في داهية خالص، هتتغير بعتبة تانية. في عندي اضرار ايه تاني؟ ان شاء الله باذن الله مفيش اي اضرار تاني. طبعا الكابل المرن كان الكابل الصغير من بره،
والكابل الكبير هو اللي من جوه، فاحنا قلبناه لما نزلنا الوضع دوت، لما نزلنا التطويله بتاعتي وقفلنا، الكابل القصير هو اللي من جوه في حضن الكابل الكبير، والكابل الكبير هو اللي كفر عليه من بره. كده انت تقدر ان انت تسيب الصناعيه تشتغل عادي، لان احنا كنا قاعدين تقريبا اسبوع. الابواب كان عليها حجم صدى كبير جدا، فاخدت تقريبا 5 ايام صنفره، واخدت يومين اللي هو اليومين تبطين. وبعد كده هنركب كل الاكسسوارات بتاعتنا، وهو هي الفريق بتاع الدهان ورا مني هيلزق الدوكو، بس اللي هو كان يهمه قوي ان هو يبطن تحت كل الاكسسوار، المقبض، البرواز تحت الزرار طبعا عشان يقدر يصنفر وما يعور ليش الكوالين، لان الكوالين احنا جايبينها كوالين جديده، فعشان ما يعورش لسان الكالون او ما يطيرش الشوكه اللي احنا هنكون لسه مركبينها. طبعا هيلزق الحاجات اللي هي اللي هتحتاج تلزيق في الفينش بتاعه ويفنش ورا مني. بس بعد ما انا اكون عتلت الباب، في بومتة لحام عايزه تتاخد، في حاجه في الباب عايزه تتظبط، الباب عايز يتلوح، عايز يتلفت، عايز تضغط فيه عتله، عايز تعمل فيه حاجه، تبقى الامور معاك هو في البطانه سهله قوي ان هو يداويها، غير لما يفنش وبعد كده انت تيجي تعتل له الباب، فالعلامه بتاعت يد المطرقه او بتاعت المفتاح او بتاعت العتله تبان معاك في الدهان، فطبعا التسليم هيبقى مش احسن حاجه. فدي الحاجات اللي انت المفروض تخلي بالك منها، يبطن وبعد كده ركب اكسسواراتك، اكد ان هو مبطن كويس ومفيش اي حراميه عنده والدنيا تمام وخلاص، واقف على الفينش، وقف الشغل بتاعه، خلص انت الاكسسوار بتاعتك، وبعد كده ابتدي ان انت تركب الاكسسوار كلها وتظبط البيبان، تظبط الترمبه، الباب يقفل، بعد كده هو يجي بعد ما تفنش خالص يجي يقف يوم واحد يرش لك العماره كلها فينش، وبعد كده تقدر تسلم بكل اريحيه. تمام، هنكمل مع بعض بقى المسلسل في الحلقات، لان احنا لسه مبتدئين شغل من النهارده، لسه مبتدئين شغل تاني في نفس الموقع. كنا مريحين بسبب الدهان وبسبب الصنفره، مش هنقدر نشتغل مع بعض احنا وهم، فكده احنا مكملين تاني، وان شاء الله باذن الله مكملين حلقه بحلقه كل يوم. خليكم معانا، ولو في اي استفسار، في اي حاجه محتاجين ان احنا نطلعها لايف واحنا بنقفلها، ما عندكش مشكله خالص، ممكن تسيبها في التعليقات، ويلا بينا نبتدي نكمل شغلنا عشان احنا مش فاضيين. يلا سلام.